اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، اللي حصل في كاس العالم في روسيا كانت مساله بالنسبه للمنتخب الوطني تفاصيل كتيره جدا، يمكن الحقائق اللي ظهرت كان منها قليل، الاشاعات كانت كتيره، الاجتهادات كانت كتيره، لكن كمان المشاكل والتداعيات ايضا كانت كتيره قوي. اللي هيحصل في الفتره الجايه دي مساله مهمه جدا وملحه عند الراي العام. بس الضيفين العزيزين اللي معانا النهارده مش بس انا منحاز لهم علشان عيش وملح في روسيا او في شيشان او في جروزني، لكن الحقيقه الاثنين من النقاد اللي ليهم باع طويله جدا في رصد الحركه الرياضيه، ليهم رؤيه امينه في اللي بيحصل في المشهد سواء فيما يخص النادي الاهلي او ما يخص السطح الاعلامي الرياضي كله. خليني ارحب مع حضراتكم بالناقد الرياضي الاستاذ ايمن بدره، رئيس تحرير اخبار الرياضه. اهلا بك يا استاذ ايمن. اهلا بك يا استاذ ابراهيم وبالساده المشاهدين الكرام. سعيد ان انا اكون موجود لاول مره على شاشه قناه النادي الاهلي. تعديت من الفتره اللي جيت كده في الفتره اللي طلعت من بره المكتب لجوه الاستوديو. انت عارف ان انا ما طلعتش خالص في القناه وكنت واخد عهد يعني ما اطلعش من ورا ستار. يمكن المره الوحيده اللي طلعنا لما كنا بنحتفل بعيد ميلاد المهندس سعاد لقيعي، ربنا يديله الصحه ويشفيه ويرجع ان شاء الله سالما غانما باذن الله تعالى. وسعيد ان انا اكون معايا يعني اخويا استاذ محمود صبري، رئيس القسم الرياضي في الاهرام. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بيك واهلا بيكم، منورنا. نورت الشيشان. نورت الشيشان وروسيا كلها. لا ايام جميله وان شاء الله كاس عالم تاني. عايز ترجع تاني؟ انا عايز نرجع تاني. نرجع تاني. اللي يشرب ميه الشيشان ما يسيبهاش. لازم نرجع تاني. بس بيس جاز، خلي بالك. بيس جاز، ايوه بيس جاز، يعني بدون جاز، ميه من غير غاز. من غير غاز. استاذ ايمن، على ذكر الكورة واتحاد الكورة، النهاردة ودعت أسرة كرة القدم المصرية واحد من قياديها وفرسانها وحكامها ومعلقيها، يمكن كتلة نشاط رياضي كبيرة تمثلت في العميد إبراهيم الجوين عليه رحمة الله. الله يرحمه رحمة واسعة. يعني فعلا يمكن من الأسباب اللي بتخلينا يعني نكون حريصين إن احنا نتكلم في برنامج يعني جماهيري كبير زي كده ومن شاشة قناة النادي الأهلي، على مبادئ النادي الأهلي أنه دايما بيحترم كل الرموز الرياضية في الوسط الرياضي المصري بصرف النظر عن انتماءاتهم. ويمكن ده تجلى في تواجد مجلس إدارة النادي الأهلي في يعني جنازة الله يرحمه أخونا العزيز الطيب الخلوق الكابتن عبد الرحيم محمد. النهاردة بنودع قيمة كبيرة واسم كبير وتاريخ كبير، العميد بحري إبراهيم شحاتة الجويني، زي ما كان دايما بيحب انه يتقال اسمه بالكامل، اسمه ثلاثي، افتخارا بوالده ناظر مدرسة دمنهور الثانوية الأستاذ شحاتة الجويني. كابتن إبراهيم الجويني قيمة كبيرة، كان لاعبا في النادي الأولمبي، لاعبا في منتخب مصر العسكري، لاعبا في منتخب الجامعات، رجل تخرج من كلية التجارة، انضم إلى الكلية الحربية وتخرج ك يعني ضابط بحري، كان سكرتير عام اتحاد الرياضي للبحري، صنع مع النادي الأولمبي إنجازات كبيرة جدا، قدم للرياضة المصرية العديد من أبطال الأولمبيين، كان يعني عمل في النادي الأولمبي كمدير للنشاط وعضو مجلس إدارة مع الفريق سليمان عزت قائد القوات البحرية وصانع نهضة الأولمبي اللي خد يمكن الدوري للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه. ويمكن النادي الأولمبي احنا عارفين كلنا والسادة المشاهدين الكرام عارفين انه خرج لمصر العديد من الأبطال الأولمبيين أصحاب الميداليات. كابتن إبراهيم الجويني تولى رئاسة اتحاد الكورة في شهر يوليو على ما أعتقد 88 بعد حل الاتحاد اللي كان بيرأسه الدكتور حسن عبدون بسبب مشكلة مباراة الأهلي والمحلة الشهيرة، وهو اللي اختار الكابتن محمود الجوهري عشان يقود منتخب مصر ويوصل بيه لكأس العالم. كابتن إبراهيم الجويني حكم دولي من الدرجة الأولى. كابتن إبراهيم الجويني رحمة الله عليه معلق شهير كان يتمسك ويتميز باللغة العربية، وما انساش يعني طبعا رحمة الله عليه الأستاذ فاروق شوشة لما كان كاتب مقالة عليه في الأهرام وقال أن هذا الرجل يتمسك بكل تلابيب اللغة العربية، حتى لما كان يقول مباراة
يملأها الحماس والمتعة، لأن المتعة الحسية غير المتعة غير المتعة يعني المتعة المعنوية، المتعة المعنوية غير المتعة الحسية. طبعا أنا بعزي كل أهل اسكندرية، كابتن إبراهيم الجويني كان مستشار لمحافظ الأسكندرية لشؤون الرياضة وقيمة كبيرة، كان مدير بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين اللي أقيمت في مصر سنة 97، عمل محاضرا دوليا، كان له إسهامات كبيرة وكثيرة جدا الحقيقة في الحياة الرياضية. بعزي أسرته، بعزي الدكتور علاء الجويني ابن الدكتور فؤاد الجويني أخوه العزيز، وأخونا العزيز طارق الجويني، ومحمود ابنه المهندس محمود، ومحمد ابنه، لأنه أنا الحقيقة مرتبط بالعيلة وعارفهم، وكنت بزوره في اسكندرية لحد فترة قريبة، وكان بيفخر أنه واخد ميدالية الشرف من الفيفا تقديرا ليه. كان طبعا الفيفا كرمه كواحد من الرموز الرياضية بترشيح من الاتحاد المصري لما كان بيتولى رئاسته الكابتن عصام عبد المنعم الحقيقة. ففعلا مصر فقدت اليوم قيمة كبيرة جدا جدا في تاريخ كرة القدم المصرية. لو حبينا نتكلم عليه هنتكلم عليه كتير، لكن الكابتن إبراهيم الجويني اسم كبير، علق هو والكابتن محمود بكر على أكتر من 27 أو 28 مباراة للأهلي والزمالك، وكان ده بقرار أعتقد من الدكتور عبد القادر حاتم، لأنه كان يعني طبعا القيمة الكبيرة في التعليق. كابتن محمد لطيف مرة في إحدى المباريات قال حاجة كده، فالفريق عبد المحسن كامل مرتجي رحمة الله عليه توجه يعني وقال أنه جمهور النادي الأهلي ما بيقبلش هذا الكلام، فكان قرار بأنه يتبادل التعليق على مباريات القمة الكابتن إبراهيم الجويني وكابتن محمود بكر رحمة الله عليهما، وربنا سبحانه وتعالى يجعل مثواهم الجنة وكل يعني من فقدناهم، وطبعا الكابتن عبد الرحيم محمد القيمة الكبيرة والإنسان المحترم. أستاذ محمود، كابتن عبد الرحيم محمد، يمكن احنا كنا سوا في روسيا لما جالنا خبر وفاته، الى هذه الدرجه حد تفاعل مع النتائج اللي احنا كنا شايفينها قدام عينينا قد ايه كانت محبطه للناس؟ طبعا التفاصيل في حاجات احنا امسكنا عنها في الاول علشان نحافظ على استقرار الفريق، وفي حاجات بعد كده بدانا ننتقد حدوثها. كابتن عبد الرحيم محمد عليه رحمه الله مات وهو متاثر كتير من الأوضاع اللي انت شفتها، هل بالفعل الصورة كانت تدعو إلى كل هذا التأثر؟ تدعو أكتر من كده. لا أكتر من موت. أكتر من كده. إحنا كنا هنموت يا رجل. يعني قل لي. لا كنا هنموت طبعا. يعني أنا يعني أولا يعني بنعي الفقيدين طبعا كابتن عمرو، يعني الاثنين شركاء في مسألة حب الناس يعني والأخلاق العالية. وعاوز اقول بالنسبه للست العميد رحمه الله عليه عميد الجويني، احنا حبينا كره القدم من خلال التعليقات حنجرته، يعني الصوت، وبعدين دول جيل العمالقه مع الكابتن لطيف والكابتن علي الزيور وحسين مدكور وعلاء الحمودي واحمد دي هي الناس اللي عملت له جمله انا ما كنتش احب اسمعها منه في الاعادات، يقول لك عبد الرحيم محمد على يمين ثابت البطل. انا الجون بتاع ماتش 2-0 بتاع 2-0 ايوه. فبص يعني يتوفى وده الماتش ده كان اول محمد اول صفقه ليك في حاجه، انه كان في شركه دعايه عامله عربيه اول عربيه عامله عربيه فتخيل يعني يموتوا الاثنين سوا بعد الكابتن. فانا عاوز اقول لك يعني الناس دي عملت حاله طبعا. وفاه يعني المرحوم عبد الرحيم محمد طبعا كان شيء مؤثر جدا. كان نفسي اشوف رد فعل من أسرة كرة القدم أقوى من كده، ومن اللعيبة بالذات. كان نفسي أشوف إحساس أكتر من كده. كان نفسي أشوف يعني تفاعل، مش بقدر حاجات تانية، لا أنا عاوز التفاعل. التفاعل إنه لعيبة المنتخب كان لازم يبقى لهم حتى موقف فيما حدث. راجل مات كمدا وحزنا على اللي وصلنا له. مات كمدا وحزنا على غياب الضمير. بلد اديتك مسؤولية وحملك سيادة الرئيس المنتخب قبل السفر وتحدث أكثر من ساعة ونقل والطموحات وأنت تذهب وتعود خالي الوفاض. أمر يدعو حتى لو كان المدرب لا يفقه شيء في كرة القدم. هناك روح تسمى في الملعب. بعض الأحيان يقول لك العب بروحك، انسى اللي بره، حس بالجمهور اللي بيتفرج عليك، شوف ال 30 ألف اللي جم وراك.
يعني اعمل اي حاجه اثبت، لكن ما حدث في حاجات يندى لها الجبين ان احنا نتكلم عليها. ما حدث انه احنا اخذتنا طموحات وامال اكبر على ما يبدو من قدرتنا. من قدرتنا؟ من قدرتنا. وما احنا اصلا ما عندناش ثقه في قدرتنا اصلا. احنا ما عندناش ثقه في القدرات. الاجواء يعني عايز اقول كان ممكن تبقى افضل من كده. اول مره اشوف في حياتي منتخب الكاميرا قاعده في الفندق، يعني في كاميرات قاعده في الفندق، يعني ما شفتش منتخبات يعني بتنقل الهمسه واللمسه، لا الكوابيس من راحه ومن يعني حاجات برضو غريبه برضو. يعني ما شفناش المنتخبات الاحسن مننا اللي هي بتتباع بتساوي ملايين. ايوه الحاجات دي، الحاجات اللي احنا شايفينها صغيره دي اثرت. احنا محتاجين مدرسه. الاهلي كنموذج ناجح في مصر، وقوه الاهلي على مدار تاريخه قوته في نظامه، قوته في ادارته، قوته في اللحظات الصح، تلقى كله مركز في العمل اللي هو يدي، بعد كده كل شيء سهل. مدرسه الاهلي مدرسه مميزه كان تحتاج منتخب مصر في محفل كبير جدا زي ده كاس عالم انه الاداء يكون اكتر من كده. عارف لو انت لعبت في الثلاث ماتشات بروح وخسرت كان الناس هتحس بيك، لكن انت لم تقدم شيء حقيقي يقول انك انت عندك كوره. ده دي المصيبه، ده ما فيش حد اتكلم عن ده. احنا خدنا اسوأ منتخب في المونديال، ده احنا يعني ما خدناش نقطه، يعني انت كل تكاليفك كلها وراجع من غير نقطه. مره رجعنا بهدف ضربه جزاء، جت لنا نقطه ما جت لنا نقطه. فاللي انا عايز اقول لحضرتك يعني كان يتوجب على لعيبه المنتخب حتى ابسط شيء انه يطلعوا كلهم يعتذروا على اللي حصل، يعتذروا للمرحوم عبد الرحيم محمد، يعني بص يعتذروا لي ويعتذروا للصد ويعتذروا للجمهور. لكن انت عارف الامور ولا كانه تعني شيء. حواراتك معاهم ما كنتش حاسس ان هم متضايقين؟ متضايقين ايه؟ ده الناس رجعت من ماتش السعوديه، احنا اللي متضايقين. لا الناس رجعت مش كل اللي همها ان ماسكه الجهاز والبثوب بتضحك. يعني ولا فرق معاهم ولا رد فعل الجمهور. ايه يعني انا عامل كوره ماتش كوره؟ ايه يعني من كوره؟ ما احنا عارفين الكوره عم مكسب وخساره، لكن انت فين ادائك والرجوع؟ فين شرف اللعبه اللي انت شرفك في الملعب؟ ان تقاتل حتى اخر لحظه، وقتها يحس الجمهور انك انت لعبت ولا لا؟ ما ممكن تلعب ماتش وتخسره خمسه بس قاتلت وما استسلمتش. ممكن الفريق اللي قدامك عنده توفيق واشرس منك وعنده مهارات، لكن انت مطالب كانك انت تدافع عن ذاتك، تدافع عن كره بلدك. احنا ما قدمناش وقلنا ان احنا عندنا كوره حتى يعني عشان الناس حتى تيجي تبص علينا. يعني ما جالناش مثلا عروض احتراف مثلا، ما فيش لعيب يعني اتقال لك لا ده رايح في الحته الفلانيه، ده رايح في الحته الفلانيه، ما فيش الكلام ده. وكنت يعني محتاج من اتحاد الكوره، هو انت منتظر ايه؟ يعني عملنا تسريبات لامتصاص الراي العام، يا عم خد قرار. اذا كان في ناس ثبت، يعني انت عاوز تقول لي انك انت مش عارف اللعيبه اللي خلفت النظام وخلفت الاتفاق بتاعك مع شركه راعي انت مثلا بايع لها وهم عملوا كذا، مش المفروض تاخد قرار؟ يعني محتاجين 100 سنه عشان نقرر مين اللي عمل؟ ما تاخد قرار. ومين اللي ارتكب اخطاء؟ ما تاخد قرار. احنا عندنا بعد شهرين خمس ماتشات في تصفيات امم افريقيا، خمس ماتشات مهمين جدا. بتحدد انت عايز ايه؟ منتظر ايه؟ المشكله مش انك انت تجيب مدير فني. طيب ما المدير الفني خلي بالك سهل يا صبري. المدير الفني سهل انك تتعاقد معاه مدير فني. بس بلاش والنبي الاسماء اللي احنا بنسمعها دي. بس اسماء اللي هي عندها 60 سنه و65 سنه واللي ما عملتش حاجه وبتاع ومش هتنفع معانا. انت بتقول عاوز نظام، يبقى تدور على حد اشتغل في افريقيا. المدرب شوف مدرب صغير، شوف مدرب، يعني لازم يكون عندك فكره، لازم يبقى انت طب هدفك ايه؟ طب انا بسالك سؤال، ايه هو خطه اتحاد الكره العظيم؟ طب ما نسال الاستاذ ايمن. اتفضل يا باشا. ايه خطه اتحاد الكوره؟ ناوي على ايه؟ ناوي على ايه؟ يعني انا عايز اقول لك على حاجه. ثانيه ليه وانا في اتحاد الكوره؟ بقاله ثلاث ايام، انت قريب الشان. فين يعني ايه؟ مش قريب الشان. انا عايز بس اقول للساده المشاهدين انه من بعد قرار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بتشكيل لجنه للتفتيش على اعمال اتحاد الكوره، وايضا تداخل الجهاز المركزي للمحاسبات وايفاد لجنه، بقى في لجنتين شغالين دلوقتي في الجبلايه. مش لجنه فيها 10 افراد من الجهه الاداريه من الوزاره، ولجنه هي لجنه جايه مستنفره وجايه ناويه تدور على حاجه
عايز اقول لكم ان اللجنه ديت بتروح كل يوم معاها كرتونه المايه بتاعتها معاها، فعايزين يقولوا لاداره الاتحاد وسكرتاريه الاتحاد مش عايزين حاجه منكم حتى ازازه المايه، فبالتالي مركزين في التفتيش. وفي لجنه ايضا 6 أفراد من الجهاز المركزي للمحاسبات شغاله في اوضه تانية على ملفات اخرى بحثا وتنقيبا عن اللي ممكن يوصلوا له من ايه، اذا كان في اعمال او في اي فساد او في اي مخالفات او في اي تجاوزات. الطرفين شغالين، لجنه الجهاز المركزي ولجنه الجهه الاداريه. في الحالتين اللي هيثبت اذا كان في خلل اداري او فساد مالي هيتم رفع تقرير لوزاره الشباب والرياضه. ماذا تتوقع يا استاذ ايمن؟ شوف، موضوع الجوانب الماليه ده زي ما قلنا خلاص هو في ايد جهات رقابيه لها كل التقدير والاحترام، وهي اللي بتبحث. احنا لن نلقي اتهامات بدون دلائل، وفي نفس الوقت لن نحمي احد تمت ادانته بالفعل. فيعني الجوانب دي اوكي، لكن خلينا نتكلم على جانب احنا نملك فيه. خلينا يعني نملك على حاجه دلوقتي، نروح كرواتيا سوا. طيب ماشي، نملك روسيا اللي حصل، لان كرواتيا كمان عامله في روسيا كرواتيا برضه جنب روسيا. تروح كرواتيا؟ يلا بينا. بس روح هشام. امير هشام موفد قناه الاهلي الى معسكر الفريق في كرواتيا. امير اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، تحياتي ليك، تحياتي للاستاذ ايمن بدره، تحياتي للاستاذ محمود الصبري، وطبعا تحياتي. ازيك يا امير؟ متابعي قناه الاهلي في كل مكان. صوتك نعسان يا امير، الساعه كام عندك؟ لا نفس التوقيت في مصر، الساعه داخله على 11 دلوقتي. طب انت ايه، صاحي بدري ولا ايه؟ طبعا. لا امير من الصبح بساله، انا على طول معاه على الواتس من الصبح وبنتابع عشان يعني تركيبات المعسكر. قول لي بقى ايه اخبار المعسكر تفصيليا عندك؟ طبعا خليني اقول لك يا استاذ ابراهيم، الامور ماشيه بشكل جيد جدا بالنسبه للمعسكر. معسكر ممتاز وملائم بشكل كبير قوي قوي للفريق بصراحه. كويس، نقطه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي والاقبال على بطوله افريقيا والعوده لهذه البطوله من خلال الجوله الثالثه في بطوله دوري ابطال افريقيا ومواجهتي فريق بوتسوانا سواء يوم 17 او يوم 27. التركيز السمه الاساسيه بالنسبه للاعبين، بالنسبه للجهاز الفني، والجديه كمان واللي واضحه كمان خلال التدريبات بشكل كبير جدا. كل اللاعبين مركزين قوي، كله عايز يثبت نفسه خصوصا في ظل تواجد جهاز فني جديد. جهاز فني جديد، فبالتالي فرصه متاحه لكل اللاعبين ان هم يثبتوا جدارتهم في التواجد في التشكيل الاساسي خلال المرحله المقبله. الكل عايز يكون متواجد اساسيا في صفوف النادي الاهلي. من هنا جايه الجديه والتركيز الخاص بلاعبي النادي الاهلي. خليني اقول لك الامور النهارده كانت ماشيه ازاي بالتحديد يا استاذ ابراهيم. يعني النهارده اول يوم للفريق ما يكونش فيه فترتين تدريب. النهارده كان التدريب على فتره واحده بس، كانت المفروض ان هي تكون في تمام الساعه 5 مساء، لكن تم تاجيلها وتاخيرها لتمام الساعه 6 مساء، وده بسبب وجود الدوليين واللي وصلوا النهارده لمقر اقامه النادي الاهلي في كرواتيا بالتحديد في تمام الساعه 2 الظهر. فبالتالي الجهاز الفني بقياده مستر باتريس تاترون فضل ان التمرين يتاخر ساعه عشان يكون في قسط من الراحه اكبر بالنسبه للاعبين الدوليين. اللاعبين الدوليين طبعا هم عباره عن 5 لاعبين بس، مروان محسن ما جاش بسبب طبعا التاشيره والاجراءات الخاصه بوصوله يمكن ما انتهتش وخلاص، هو مش هينضم لفريق النادي الاهلي في معسكر كرواتيا، هينتظر الفريق في مصر سواء هو او اللاعب الجنوب الافريقي باكاماني. لكن وصل احمد فتحي، وصل سعد سمير، وصل ايمن اشرف، الشناوي وشريف كرامي، وكمان شاركوا في التدريبات بشكل طبيعي جدا النهارده في تمام الساعه 6 مساء. شاركوا التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا وادوا التدريبات بشكل جيد. كان في استقبالهم طبعا كابتن محمد يوسف، كابتن سمير عدلي طبعا اللي بيقوم بمجهودات كبيره جدا جدا مع البعثه هنا. فور وصولهم للفندق بالتحديد، انا بتكلم عن اللاعبين الدوليين، فور وصولهم للفندق يعني توجهوا المطعم عشان ياخدوا وجبه الغداء. النفسه الطيبه والجيده جدا ان مستر باتريس كارتيرون لما عرف ان هم وصلوا راح لهم على المطعم استقبلهم وسلم عليهم. وبالمناسبه من خلال حديثي مع احد اللاعبين الدوليين يعني قال لي ان الراجل كان بيتواصل معاهم وهم في روسيا اصلا، لما جه النادي الاهلي كان بيتواصل بيتكلم معاهم بيطمن عليهم وبيحفزهم لمباريات. يعني كارتيرون كان بيكلم اللعيبه وهي في روسيا من قبل ما يقابلهم. بالظبط كده، كان بيكلم اللاعبين في روسيا وكان خلاص تولى تدريب النادي الاهلي والمنتخب، كان عنده مباراتين او كان ممكن قبل مباراتين او ثلاثه يعني ما اعرفش كان بعد المباراه الاولى ولا لا، لكن
الاساسي ان هو اتكلم معاهم وتواصل معاهم وكان بيحفزهم في المباريات. ده شيء اكيد ايجابي جدا من المدرب، يعني صحيح. واضح جدا يا استاذ ابراهيم ان هو عارف اهدافه كويس جدا، عارف التحدي اللي هو مقبل عليه. الراجل طموحه كبير جدا مع النادي الاهلي، متفائل بشكل كبير جدا ان هو هيحقق ارقام وبطولات كتير للنادي الاهلي وجمهوره، وده شيء مميز. يعني كان ممكن النادي الاهلي يتعاقد مع اسم عالمي واسم كبير جدا لكن ما يحققش الاهداف المطلوبه. حصلت تجربه قبل كده والنادي الاهلي ما استفادش منها بشكل كبير. لكن الميزه كمان في مستر باتريس كارترون عنده خبرات كبيره جدا في افريقيا وكيفيه التعامل مع المعوقات اللي ممكن ياخدها في بطوله دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان هو حقق بطوله دوري ابطال افريقيا والسوبر مع فريق مازيمبي، فبالتالي ملم بكل الامور والعقبات اللي ممكن تواجه الفريق. ايضا ملم بالعقليه او عقليه اللاعبين المصريين من خلال تدريبه قبل كده لفريق وادي دجله، وحقق كمان معاه نجاح يمكن جيد وكان مستوى جيد جدا. فبالتالي الراجل يعني بصراحه بيؤدي الامور بشكل جيد جدا مع النادي الاهلي، التدريبات تعليماته كمان بشكل جيد بالنسبه للاعبين، بيحاول ينفذ فكره واكيد هو ليه فكر مختلف عايز ينفذه خلال المرحله الجايه. الاجواء بشكل عام ممتازه ممتازه بالنسبه للفريق في مرحله طبعا مهمه زي المرحله دي، وقبل الاقبال على الموسم الجديد من خلال اول مباراه امام فريق تاونشيب الاسطواني. يا استاذ ابراهيم، بكره المباراه الوديه الساعه 6 مساء مع اولمبيا مش كده؟ السلوفيني بالضبط. بكره ان شاء الله في البدايه هيكون في افطار بالنسبه للاعبين، الصبح بعديه هيكون في صلاه الجمعه. صلاه الجمعه عندنا هنا هتبقى الساعه 1 ظهرا، الفريق هيخلص صلاه الجمعه في الاوتيل، هيبقى في ميعاد الغدا الساعه 2 طبعا ظهرا، بعديها على طول هيتم تحرك الاتوبيس الخاص باللاعبين في اتجاهه لسلوفينيا. المباراه هتكون في سلوفينيا هناك مع فريق اولمبيا السلوفيني، يعني الفريق هيشتغل ساعتين في الطريق او حاجه، يوصل الساعه 4 المباراه ان شاء الله هتكون الساعه 6، يخلص الفريق المباراه مباشره ويعود لمقر اقامته في كرواتيا ويستأنس استعداداته او يواصل استعداداته من خلال هذا المعسكر الهام يا استاذ ابراهيم. يعني هيسافر مباشره يلعب المباراه في نفس اليوم؟ اه بالظبط، هو هيسافر من هنا من كرواتيا لسلوفينيا بكره على الحدود. المسافه ساعتين بالظبط، الفريق هيوصل هيلعب المباراه، هيخلص المباراه يرجع على طول على فندق الاقامه في كرواتيا. لكن المباراه الثانيه اللي هتكون يوم 9 دي هتكون برضه في سلوفينيا، الفريق هياخد اتوبيس برضه لمده ساعتين هناك، هيلعب المباراه وهيتجه مباشره من هناك على مطار في كرواتيا، مطار زغرب في كرواتيا، عشان يرجع للقاهره على طول ان شاء الله يوم 9 مساء، يوصل الفريق القاهره فجر يوم 10. فبالتالي عشان كده كمان تم تاديب موعد المباراه، بدل ما كانت هتبقى الساعه 6 انا بتكلم في المباراه الثانيه اللي هي يعني اللي هي يوم 9 بدل ما بدل ما هيبقى او هتبقى المباراه الساعه 6 بقت الساعه 4، وده تم التنسيق من خلاله، وده اللي هيتم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه او خلال المباراه دي بالتحديد. بكره مش هيشترك الدوليين خالص في المباراه عشان لسه واصلين النهارده. ايضا خليني اقول لك ان علي معلول هيوصل وهينضم للفريق هنا في كرواتيا بكره ان شاء الله في حدود الساعه 1 او 2 ظهرا بالكثير، فبالتالي ايضا مش هيشارك في المباراه، لكن من المتوقع ان الدوليين بشكل كامل هيشاركوا في المباراه الثانيه طبعا على حسب الرؤيه وعلى حسب الفكر اللي عايز يستفيد بيه مستر باتريس كارترون من خلال المباراه الوديه. وهتكون المباراه الوديه قبل الاخيره لان الفريق عنده مباراه في القاهره هيلعبها مباراه وديه ايضا قبل المباراه الرسميه امام فريق تاون شيب. فبالتالي الامور ماشيه بشكل جيد جدا يا استاذ ابراهيم، وان شاء الله يعني نتمنى كل التوفيق بالنسبه للفريق في هذه المرحله عنها. ان شاء الله. امير، انا شايف وليد ازارو موجود في التدريبات. موجود ده وليد ازارو شارك في التدريبات كلها في ما عدا مراد النهارده، يعني بالمناسبه يعني بما اننا بنتكلم على بعض لاعبي النادي الاهلي اللي ما شاركش في التدريبات، المصابين هم احمد الشيخ وباسم علي، لسه بيواصلوا التدريبات التاهيليه الخاصه بيهم، لسه قدامهم شويه عشان ينضموا للتدريبات الجماعيه. لكن بالنسبه لوليد سليمان امبارح المران الاساسي ما شاركش او المران المسائي بالتحديد ما شاركش فيه، كان يعني الجهاز الفني فضل ان هو يريحه عشان يتجنب الاجهاد. النهارده وليد سليمان شارك في المران المسائي بشكل جيد. لكن فيما يخص وليد ازارو، وليد ازارو النهارده الجهاز الفني اداله راحه، يعني ما شاركش في التمرين، هو طبيا ما عندوش اي مشكله خالص. كان في تفضيل من الجهاز الفني ان وليد ازارو ما يشاركش النهارده في المران، فبالتالي اتمرن منفردا، يعني ما كانش فيه تدريبات جماعيه خالص. ده بالنسبه لكل
اخبار اللاعبين بالتحديد في النادي الاهلي. بعد ذلك الكل بيأدي تدريبات جدا جدا جدا، والكل متحمس كمان يا استاذ ابراهيم لاثبات نفسه وجدارته في التواجد في المرحله المهمه المقبله. وخليني اقول لك يعني الفكر بالنسبه لمستر باتريس كاسترون واستقبال اللاعبين لفكر الراجل يمكن بيتطور واحده واحده من خلال الراجل خلال التدريبات، بيوقف المران اكثر من مره، بيعطي بعض التعليمات المهمه جدا بالنسبه للاعبين عشان يقدروا ينفذوها خلال المرحله المقبله، سواء من الناحيه التكتيكيه من الناحيه الخططيه، وكمان في استفاده بدنيه كبيره جدا من خلال تواجد مستر مايكل ليندمان، واللي طبعا مدرب احمال جيد جدا بالنسبه للفريق. فيعني الدنيا متكامله هنا بصراحه، الامور كلها جيده ومناسبه جدا لفتره اعداد بالنسبه لفريق النادي الاهلي قبل بدايه موسم مهم جدا مليء بالتحديات اللي كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله مستني من الفريق ان هو يحقق كل او كافه البطولات اللي هيشارك فيها. ولعل ابرزهم طبعا زي ما احنا عارفين يا استاذ ابراهيم دوري ابطال افريقيا، وانا لمست الحماس الكبير جدا عند اللاعبين رغم البدايه السيئه في بطوله دوري ابطال افريقيا وتعادل اول مباراه وخساره المباراه الثانيه، لكن هم متفائلين جدا ان هم هيقدروا يعودوا في المنافسه في دوري المجموعات من هذه البطوله دور ال 16. ويعني حتى بيضربوا مثل في بطوله 2013 كان يمكن موقف متشابه شويه بالنسبه للنادي الاهلي، ومع ذلك النادي الاهلي قدر في النهايه ان هو يفوز بالبطوله. فهم بيشبهوا حتى بطوله 2013 بهذه البطوله، ومركزين بشكل كبير جدا ان هم يرجعوا بطوله دوري ابطال افريقيا لتلات بطولات النادي الاهلي ان شاء الله. أمير، هل وليد أزارو عنده أي تعليق على موافقة مجلس الإدارة امبارح على الاستمرار في التفاوض على بيعه للنادي الصيني، ولا ما اتكلمتش معاه؟ لا أنا اتكلمت معاه النهارده، يعني هي بتصادف كل حلقة ملك وكتابة في نفس اليوم بكون بتكلم معاه. أنت عارف إحنا عايزين إيه منك بالظبط. النهارده اتكلمت معاه، كان في جوله بالمناسبه بالنسبه للفريق في محيط الفندق، فبالتالي واحنا ماشيين فاتكلمت معاه قلت له الاخبار الدنيا ماسكه عادي، قال لي الامور ماشيه يعني الناس بتتفاوض والناس بيتكلموا. قلت له عرفت قرار مجلس اداره النادي الاهلي امبارح ان هو وافق على ان انت تتباع مثلا او موافق على العرض؟ قال لي لا ما عرفتش، بس انا يعني هو يمكن مستاء شويه من بعض الجماهير اللي متضايقه ان هو ممكن يمشي او متضايقه ان هو طلب ان هو يمشي. فالراجل بيقول لي لا بالعكس انا بحب النادي الاهلي جدا وانا مبسوط ان انا متواجد في النادي الاهلي، لكن الامور يعني وارد ان يجي له عرض يتم الموافقه او ما يتمش الموافقه عليه، لكن هو في النهايه منتظر قرار النادي الاهلي ومصلحته ومصلحه النادي الاهلي كمان. هل العرض المادي اللي طلبه النادي الاهلي هيتم الموافقه عليه من قبل نادي فورتشن الصيني ولا لا؟ كل الامور دي حتبان، لكن اللي عايز اوضحه لجمهور النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم ان الراجل لو ما تمش الموافقه على العرض او ما تمش التوصل اتفاق نهائي ما بين الناديين برحيل وليد ازارو هو ما عندوش اي تضرر اطلاقا، بالعكس هو مبسوط جدا في التواجد في النادي الاهلي، لكن بصراحه كده هو معروض عليه مبلغ مادي كبير يعني شخصي، يعني مبلغ شخصي ليه او مرتب ليه كبير جدا هناك في الصين، واحنا عارفين الصين يمكن بيدفعوا مبالغ كبيره جدا، فطبيعي جدا ان اي لاعب بيفكر في مستقبله بيفكر في الناحيه الماديه، ده شيء طبيعي وبديهي جدا. لكن مع ذلك لو ما تمش انتهاء المفاوضات بشكل نهائي ورحيل اللاعب هو هيكون مستمر بيأدي التدريبات بشكل جيد جدا وبشكل احترافي جدا، وما عندوش اي مشكله خالص ان هو يكون موجود في النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم. الجداد واللعيبه الصاعدين اللي تم تصعيدهم والمعارين اللي رجعوا، شايف درجه انسجامهم لغايه دلوقتي ايه مع الفريق يا امير؟ مع توالي التدريبات ومرور الوقت بيبقى الانسجام بيزيد طبعا يا استاذ ابراهيم، يعني اللي كانوا او كانوا خرجوا اعاره في النادي الاهلي يمكن اللي شارك منهم في التدريبات هو مؤمن زكريا وناصر ماهر، شاركوا في التدريبات كان احمد الشيخ العائد من اعاره زي ما احنا عارفين مصاب، بيشاركوا في التدريبات يعني مؤمن مش غريب على النادي الاهلي او حتى على لعيبه النادي الاهلي، مش بعيد خالص ما بينهم وما بينهم. ناصر ماهر مع الوقت طبعا لاعب مميز جدا هينسجم وهيندمج مع الفريق بشكل جيد. احمد علاء كمان الوفي الجديد بيأدي التدريبات بشكل جيد جدا، يعني مرحله الانسجام يعني مع الوقت ان شاء الله هتكون قويه جدا ما بين اللاعبين، وخصوصا ان ده شيء مهم جدا، والاهم كمان الانسجام مع فكر مستر باتريس كاسترون والكابتن محمد يوسف اللي بيقوموا بمجهودات كبيره جدا خلال التدريبات واشرافهم على تدريبات النادي الاهلي هنا في الكاميرون وبشكل عام كمان. فالانسجام دي خطوه ان شاء الله يعني على ما نيجي لمباراه تاونشيب هيكون الانسجام وصل بنسبه كبيره جدا، هيكون جيد بالنسبه للاعبين والجهاز الفني ويقدم مباراه كبيره ان شاء الله وتبقى انطلاقه جديده للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا.
ان شاء الله يا امير باذن الله موفق ودايما وابدا مطمئن الجمهور على حل الفريق. ربنا يخليك. شكرا شكرا استاذ. شكرا جزيلا للزميل امير هشام موفد قناه الاهلي الى كرواتيا، واعتقد حتى حضراتكم في الصوره من معسكر الفريق واستعداده للمباراه الوديه اللي هتكون بكره مع اولمبيا السلوفيني في بدايه معسكر الاعداد. استاذ محمود عايز اقول لك انه من الحاجات اللي طرحها امير موقف وليد ازارو. امبارح مجلس الاداره وافق على هذا العرض الكبير او على الاستمرار في التفاوض فيه، عرض يقترب من 10 مليون يورو، وبيقول ان وليد عنده الرغبه ان هو لو هيقعد هيقعد، لكنه العرض كبير وانت دايما وابدا حريص على هذه المنطقه من عقود اللعيبه وظروفهم ودايما راصد لده. مش ده تحدي صعب للعيب بيجي له عرض كبير ونادي يجي له عرض كبير بين الشأن الفني وبين الشأن الاستثماري؟ طبعا. دي مشكلة، وده ترجعنا سنة ورا شوية كده. لإيفونا ورمضان صبحي. ايوه. ومشي في وقت برضو الفريق كان محتاجه، هو الأهلي كان بيبني فريق جديد والأمل في بطولة أفريقيا والمونديال، والعرض المادي كبير جدا. الضغط المادي كبير جدا، فهنا بيبقى في قرار، في قرار مجلس اداره، وبوقتها مجلس اداره خد القرار اللي هو شافه في صالح النادي، وكان قفزه مهمه جدا في ال كان قرار مهم اه كان قرار مهم وكان قفزه مهمه جدا في النواحي الماديه. نفس الظرف بالنسبه لوليد ازار، بس حابب اللاعب اللي يعني يستخدم اسلوب يبان ان هو بيلوي دراع النادي، لا ما حدش يقدر يلوي دراع النادي الاهلي بالذات يعني، يعني الاهلي هنقول العباره دايما اللي بتتكرر وبتقول دايما انه النادي الاهلي ما بيوقفش على لاعب. ولو كان الاهلي لا لاعب ولا غير لاعب ولا لاعب يعني، ولو كان النادي الاهلي وقف على لاعب او غير لاعب كان ولا غير لاعب ولا غير لاعب يعني كان ايه؟ كان حاجات كتيره وقفت. لكن هو المساله انك انت وجودك في الكيان او وجودك في المكان ده في حد ذاته ده شرف كبير ليك، يعني بيديك الفرصه ان ممكن في ناس ثانيه نفسها تاخد الفرصه دي ونفسها ممكن تأدي احسن منك. فانت احنا عارفين انه الراتب مرعب، الصيني كبير مرعب. ويعني احنا مش هتكلم على الكره الصينيه والملابسات والحدوته، لكن مجزرة النادي الاهلي عنده من يعني الرؤيه لمصلحه الفريق، الرؤيه من مصلحه النادي، هل لو العرض ده هيتكرر تاني؟ طب هل يعني اللاعب هو الأهم، هل الاهم منها كمان زي ما انا عرفت حتى مجلس اداره اكد عليها ولجنه الكوره، قبل ما بتستغنى عن لاعب انت بتكون دبرت الاحتياج الفني. ما انت لازم كده. وبعدين هل فعلا عرض 10 مليون يورو ده برضه لازم يبقى يعني في الاعتبار؟ وليد ازارو نضج واصبح مهاجم على الطريق، يعني خلاص دخل بدا يدخل. نضج فين؟ نضج هنا مع الاهلي، مع الاهلي استحمله وقدمه يعني كابتن حسام بدري وصبر عليه وتحمل، وهو استطاع ان هو يكون مهاجم مميز، تجربه جديده بالنسبه له. النادي الاهلي يستطيع انه بالعائد المادي انه يستطيع يجيب مهاجم واثنين ولاعب واثنين بالمبلغ المتاح، ويعني اعتقد انه الفرصه متاحه للبحث عن جديد، والفرصه متاحه للنادي الاهلي انه يفتش بقى. يفتش فين بقى استاذ ابراهيم؟ يفتش بقى في القاعده. ايوه خلاص. أيوة. لازم يبقى في الخطوه الجايه. ايوه القاعده لازم توسع في الناشئين بتاعه النادي الاهلي والبحث عن مواهب، وده يبقى شغل اساسي. خلاص الكره دخلت وانا اعتقد تشكيل قطاع الناشئين بالاستراتيجيه دي ده هدفه. لازم يبقى فيها التنقيب على الموهوبين بقى بجد. لا طبعا طبعا. فيعني احنا انا عن نفسي يعني بتمنى لوليد ازارو التوفيق، وبقول انه الجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكوره عندهم الرؤيه يعني الاشمل، وبالنسبه لاداره الشؤون الفريق وقطاع الكوره هم اصحاب القرار فيه، وانه اكيد زي ما انت بتقول انه اكيد في بديل جاهز هيتم يعني اذا تم فعلا تمت الصفقه فعلا رقم كبير، يعني على الاقل هتدعم من بره، وكمان هتدي فرصه للاعب زي صلاح محسن. ما انا طبعا طبعا يعني انت جايب لعيب بسعر كبير وموهوب ومحتاج فرصه اساسيه، ما دام هو متمسك ومصر فخلاص فرصه ونتفرج ونشوف. يعني انا مش حابب انك انت تجبر عليه وتتمسك بيه. محتاجينه عشان عندنا هدف في بطوله افريقيا، وده لازم يكون الفكر بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي واداره الكره في الاهلي، الهدف هو بطوله افريقيا.
وبطوله افريقيا تحتاج الى الاستعانه بلاعبين اقوياء مميزين، لانه خلاص الانديه الافريقيه تطورت بصوره سريعه جدا. بس ما تنساش ان الموقف صعب، الاهلي يعني من الاهلي في موقف خسر الماتش وتعادل الماتش، موقف صعب طبعا. يعني موقفه فانت صعب. محتاج فعلا يعني برضو محتاج للخبرات، محتاج للاعيبه اللي بتعرف طريق المرمى، محتاج للاعيبه اللي تقدر تشيل فرقه بحجم النادي الاهلي. هيبقى ضغوط كبيره جدا على، خلي بالك، على المدير الفني الجديد. وراه عنده خبرات في افريقيا ولعب قبل كده وقاد وعمل شغل مع مازيمبي ومش عارف ايه، لكن هيبقى الاهلي محتاج انه يرجع للمجموعه، فهيبقى في ضغط عليه، خاصه انك انت كمان بتمر اهو بمرحله بناء جديده. خلاص في ناس كانت موجوده ومشيت، وفي ناس خلاص هتعتزل، فانت لازم يبقى تفكيرك سريع انك انت ازاي تعود في بطوله افريقيا. ده هيديك دفعه معنويه قبل بدايه الدوري ان شاء الله. الموقف صعب يا استاذ ايمن بالنسبه للافريقي. بالنسبه للافريقي، عشان كده انا بس كنت بقول لاخويا العزيز محمود انه عشان ما نحملش الجهاز الجديد، انت مستلم وانت عندك فقد لخمس نقط. فبالتالي الموقف ما هوش يعني لطيف لطيف. فعشان كده لازم تبقى فيه حسابات مختلفة. موضوع انه النادي الاهلي وتعامله مع لاعب بشكل معين، اعتقد انه كلنا عارفين انه ياما مرت على الاهلي اجيال ومواهب وقامات واسماء كبيرة جدا جدا. كابتن يعني مختار التتش اعتزل، كابتن طه اسماعيل، كابتن صالح سليم، كابتن الخطيب، كل هذه الاسماء والمواهب، كابتن زيزو، اسماء كبيره جدا، كابتن مصطفى عبده، كل الناس، كل النجوم واللاعبين الذين عشقتهم يعني الجماهير ولا زالوا يعني لديهم مكانه كبيره في قلوب الناس، اسم كبير زي الاسماء الكبيره والكثيره اللي عدت حتى في الجيل الماضي. لكن زي ما بقول لحضرتك انه الاهلي كمنظومه اللاعب وحده لا يصنع الفارق، ولكن هناك منظومه جماهير قويه مخلصه مؤمنه بفريقها، بتسنده مش بتعطله، بتسنده بتكون معاه وملتزمه وواقفه وراه، وان شاء الله باذن الله تسير في اجراءات تحديث بيانات الجمهور اللي اللجنه اللي احنا تابعنا على مدى اليومين الماضيين، اللي يعني بيتولى امرها المهندس خالد مرتجي ومعاه مجموعه من الاخوه في مجلس الاداره، دكتور محمد سراج ويعني بعض الزملاء والناس الموجودين. انا الحقيقه مش حافظ قوي تشكيل اللجنه، لكن متابعين كل الاجراءات اللي بتتم. خليني اقول لك، هي لجنه لانه مجلس الاداره في اجتماعه بالامس قرر اعتماد الدراسه المقدمه من لجنه تحديث نظم حضور المباريات وتامين الجماهير، زي ما انت اشرت، برئاسه المهندس خالد مرتجي وعضويه الاستاذ طارق انديل والدكتور مهند مجدي والمهندس محمد سراج الدين اعضاء المجلس والاستاذ محمد مرجان المدير التنفيذي، بما يضمن عوده الجماهير وفقا لاسس محدده. كويس ان احنا جبنا اسماء كل الناس تضمن سلامه هذه الجماهير. وده جاء استمرارا للرؤيه اللي تم تداولها ومناقشتها في حضور مجلس الاداره مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي حريص الحقيقه على انه يكون باكوره عمله في الوزاره حل هذه الاشكاليه. صحيح. عوده الجمهور للملعب هو القضيه المصريه المصيريه في الساحه الرياضيه، ليست في عوده الجمهور ولكن في حمايه الجمهور من العنصر الماجور اللي بيحاول يهدد خطر هذا الجمهور. كلنا جمهور، كلنا رحنا الملاعب وكلنا عشنا تجارب ومعاناه دخول الملاعب وما الى ذلك. احنا عايزين نزيل هذه المعاناه وايضا نحمي هذا الجمهور من الخطر اللي كان بيتهدده في الفتره الاخيره نتيجه ظروف كثيره جدا كلنا عشناها. فاللجنه اللي زي ما حضرتك تفضلت واشرت برئاسه طبعا المهندس خالد مرتجي ومعاه اخونا العزيز استاذ طارق انديل، دكتور مهند مجدي، الدكتور سراج، محمد اخونا العميد محمد مرجان، وكل هذه الكفاءات من ابناء النادي الاهلي المتصلين ايضا بالجماهير، هيبقوا عارفين الناس عايزه ايه، اعضاء النادي عايزين ايه. ده عنصر أساسي في البطولة. العنصر الآخر الإدارة. العنصر الثالث الجوانب المادية والفنية، الجهاز الفني. كل العناصر دي بتجتمع على إن هي
توصل اللاعبين والفريق بروح الفريق بمبادئ بقيم طبعا راسخه بتحقق البطوله. فوليد ازارو لما جه كلنا شفنا ان وليد ازارو كان كثيرا ما لا يرضي اداؤه الجماهير. صحيح طبعا صحيح. لكن لما دخل في المنظومه وابتدى يحاط بالرعايه مع الجهاز الفني اللي كان موجود وكل الادارات وكل الشغل اللي كان موجود، خد ثقه كامله من خد ثقه وانصهر في المنظومه واصبح هداف الدوري وما الى ذلك، زي ما كان قبل كده فلافيو مع فلافيو برضه تعرض لنفس الموقف وقعد يمكن سنه كامله برضه خارج اطار الاتزان وخارج المنظومه، ولكن مع يعني استمراره في هذا الإطار ابتدى يحقق الانتصار. فعشان كده لما هيكون برضو صلاح محسن إن شاء الله بإذن الله هيكون على نفس الطريق، أي لاعب هيطلع من قطاع الناشئين اللي احنا من زمان نفسنا، لأنه اللي بيتربى على البطولة في النادي الأهلي بيفضل طول عمره يعني ممكن معلش أنا لعبت شوية تجديف، كنا بنلعب نادي المقاولين المركز الثاني عندنا خسارة انت يا الاول يا الاول يا تبقى تبقى خسرت ف يا تغرق لا ما بنغرقش ففعلا تبقى غرقت كبطل يعني انت عندك المركز الاول هو الهدف. فكذلك النادي الاهلي ومنافسه نادي الزمالك برضو بيحاول ان هو ينافس على هذا المركز، ولكن النادي الاهلي يعني بطوله، فاللي بيطلع من النادي الاهلي بتبقى كوادر زي حسام غالي زي أسماء كبيرة بنشوفها إن هي هدفها إن هي المركز الأول وإلا تعتبر خسران. فعشان كده لما هيكون في لاعبين أعتقد إنه سهل فنيا من وجهة نظري، طبعا في لجنة كورة وفي مسؤولين طبعا، لكن من وجهة نظري إنه أعتقد إنه فنيا يمكن بمنتهى البساطة تعويض غياب أزارو الذي سيدر دخلا ماديا كبيرا على النادي الأهلي، ويؤكد أنه النادي الأهلي قادر على أنه هو بذاته يحقق الموارد التي تسمح له بأنه هو يكمل مسيرته كبطل وكنادي القرن في أفريقيا وكأكبر الأندية العربية والإفريقية جماهيرية. وزي ما كنت بسمع الدكتور سعد شلبي من شوية أنه البراند رقم 10 في الأندية على مستوى العالم من حيث الجماهيرية والشعبية، فبالتالي ده أعتقد أنه يجي في إطار اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، فإنه النادي الأهلي عنده من الموارد ومن القدرات اللي تأهله أنه هو يحقق مشروعاته ويحقق طموحاته ويرضي جماهيره بحاجات كتيرة جدا جدا، وطبعا منها مؤسسات كتيرة يمكن بتشتغل معاه. وزي ما كان بيعرض حتى الدكتور سعد شلبي دلوقتي انه في عناصر كتيرة جدا جدا للتسويق، فالناس ما تقلقش، النادي الاهلي غني بناسه وبحب ناسه بالملايين من عشاقه ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي. استاذ محمود، استاذ ايمن بيأكد على حقيقة الأهلي غني بقيمته وبال واسمح لي هو غني برضه عشان هو نادي مصري من مصر، مصر الدولة الرائدة للكرة في أفريقيا طبعا. لأنه نادي مصري، يمكن لو كان في دولة تانية ما كانش، لكن هو هي دي قيمة الريادة صحيح وقيمة التاريخ وعمقه، لأنه أنت بتتكلم في ناس لعبت كرة الاتحاد المصري سنة بدأ سنة 21 طبعا. فبالتالي منتخب مصر راح كاس العالم 34 يعني في فوارق مونديالية. لا وقبلها شاركنا في دولة انفرس الأولمبية. هي دي قيمة العراقة حتى في المعدل التسويق. بعدين انت اللي علمت يعني الدول العربية، انت اللي علمتها الكورة يعني، وانت اللي علمتها مش الكورة بس، مسؤولية على فكرة يعني دي مسؤولية، لأنه كنت لما تكون رائد عنده هذا العمق يعني في التاريخ ده مش تفضل يا أستاذ إبراهيم، أفضل حاليا مش ده مش تفضل اللي احنا بنقول ده الدور التاريخي الطبيعي، ده مسؤوليه وارتباط وعلاقه. واذا كنا بنمر بظروف صعبه فده امر طبيعي جدا، وهذه هي دوره الحياه، ومصير ترجع الايام ومصير مصر بكيانها الكبير كده ترجع تاخد مكانها الطبيعي. النادي الاهلي قوته في جمهوره، في جمهوره على فكره، خلي بالك قوه الاهلي، واشد وقت يحتاج الاهلي لجمهوره الان. طب انت مش قلقان؟ لا انا مش قلقان ابدا. شايف دلوقتي وقف نقطه من اول السطر،
ما يحدث الان يحتاج فعلا الى كل مخلص من النادي الاهلي، وما تخافش على الاهلي طول ما معاه في ظهره جمهوره، وربنا سبحانه وتعالى قبل الكل، لانه عارف يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف بالنيات فيها ايه. فحب الاهلي وجمهوره غيور جدا عليه، وده باي نادي عنده جمهور. احنا بس عاوز اقول الاهلي عنده حاله خاصه، وجي الوقت اللي فعلا الجمهور لازم يبقى موجود، ولازم الجمهور يبقى موجود في المدرجات، لازم يعود في المدرجات. وكفايه اللي حصل في السنوات اللي فاتت، واعتقد الجمهور يستطيع ان يتحمل، والامن بالجهد اللي هو بيعمله مسؤوليه كبيره عليه. بس دي كمان الدوله وزاره الرياضه محتاجه بقى خطوه كده سنه كده تتعمل، بس انه جه الوقت ان يبقى عندك امن ملعب. الامن الداخليه يعني كتر خير انها بتامن الوضع العام في الدوله ومسؤولين وتحديات صعبه، حرب وتحدي في سينا، يعني عاوزين نخفف عنهم، ويكون عند الشعب مسؤوليه انك انت تساعد الناس دي. انت رايح ملعب، لا احنا دلوقتي بقى وقت ان الجمهور الحقيقي هو اللي يروح ويدفع تذكره، ويبقى حريص على انه يدفع التذكره، وانه التدريب يبقى بتذكره، والجمهور الحقيقي يروح يدفع تذكره. ما هو التدريب للتدريب بتذكره، معلش تعلى قيمتها، ويبقى بس عاوز اقول لك ايه، زي ما نقعد بنتفرج وبنشوف ونمصمص في شفايفنا وبنشوف الدوريات الاوروبيه وكاس العالم، احنا مش اقل من الناس دي لو احنا عايزين. ما احنا في حاله حرب، وانه بلدنا تهدد. انا مش مختلف معاك، يعني عاوز اقول لك ايه، كنا تفجيرات في كل حته، بيحطوا لنا قنابل في المواصلات وفي الميادين وفي الكلام ده. فبرضو احساس المسؤول ان هو خايف على ارواح الناس دي، لا قدر الله تحصل حاجه. احنا مش بنقل، انا بقول لك انه جه الوقت دلوقتي يعني دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، بقول له في خطوه اتعملت وما تمتش، انك انت لازم يبقى عندك تستفيد. مثلا هنقول نستفيد من خريج كليات التربيه الرياضيه، نستفيد من خريج الكليات الاخرى، يبقى في عندك حتى معهد تدرب في كل ملعب، يبقى في امن يا استاذ ابراهيم، امنه الداخلي، امنه الداخلي، وتحدد طبيعه الجمهور اللي داخل، وتحدد سنه، وتحدد الفتره دي لغايه ما تعدي. لكن ترك الامور المباريات من غير جمهور، ما هو التاثير ما زي ما انت شايف. واحنا اكتر ما فيش، اولا ما عندكش حكام مش هيقدروا يستحملوا الضغط لو في 50-60 ألف على فكره. كل طعم الحكام اللي انت شايفه ده نبت وترعرع في مدرجات خاويه، عندما يعود زئير الجماهير ستكون ردود افعال قويه جدا، مش هيقدروا يتحملوا. لعيبه مش هتقدر تتحمل لما بتلعب في افريقيا قدام جمهور، لما تروح المحافل الكبيره بيبقى عندك مشكله نفسيه، بتاخد الوقت عشان تستطيع انك انت تعيش اللحظه، يبقى تكتسب وتتحمل الضغوط النفسيه. ده كله اعتقد ان احنا تجاوزنا المرحله. في مرحله بقى لابد بناء ثقه، بناء ثقه ايه؟ بانك انت تستعيد كدوله وكمسؤولين وكملاعب. هنقدر نروح نعيد الكلام تاني، نقول يا جماعه هو انتوا عملتوا اشتراطات النيابه؟ لا ما عملناش اشتراطات ده. امال طب قرار النيابه اللي اتعمل من 2000 من بعد مجزره بورسعيد في 2012 لغايه النهارده 6 سنين، يعني ما تغطاش 4-5 ملاعب. ما انا بكلم ثواني يا ريس بس، يعني المفروض ايه؟ كل الملاعب مغطيه بالكاميرات، كل المقاعد مرقمه. احنا على فكره الشاشه بتعرض استاد القاهره في يعني شاشه، معلش هو طبعا لان بيشوفها اخونا الاستاذ ابراهيم، ففي كاميرات وفي كل حاجه، بس احنا احنا عايزين نعلي زي ما انت حضرتك تفضلت كده من احساس المسؤوليه لدى جمهور النادي الاهلي. ايوه من احساس المسؤوليه لدى المواطن. ما دام انا بتكلم حضرتك، ما انا بقول لك ايه، انك انت الموسم الجديد تقول لي هبدا من غير جمهور، يبقى انت ما عملتش مش هتب خطوه، وانت كده مصر ومستمر في الوضع. لا احنا بقى لنا 3 سنين يقول لك في بدايه الدور الثاني. في بدايه الدور الثاني، بس على المهم ايه، على ما يبدا وبعد كده ما اصل خلي بالك بيبقى في تقديرات برضو، تقديرات امنيه وفقا لحسابات وحاجات يمكن كلها مش قدامنا. احنا طبعا امنيتنا ونفسنا ان ترجع تاني الجماهير للمدرجات، لكن هو المؤكد يا استاذ ايمن زي ما الاستاذ محمود قال، محتاجين ناخد خطوه جاده لقدام شويه، يبدا يعني خطوه نبني عليها بقى. تمام. انت لو حددتها ب 10,000 قلت هعمل 10,000 وسنهم ما يعني، او زي ما المقترح التونسي اصحاب الارض هم اللي يدخلوا، ماشي، او يعني انت زي مقترح ريح نفسك زي تونس واحد. عملت كده خلت اصحاب الارض يدخلوا بجمهور، وانت رحت تلعب مكان ثاني نبحث. بس هو موضوع قاعده البيانات للجمهور تحل، وزي ما كنا احنا في روسيا انت عارف الجمهور طبعا مع الفان اي دي، الميديا معاها اي دي كارت. انت فاكر حتى كنا بنطلع الاوتوبيس بتاع اللي هو الشاتل باص بتاع الميديا، يطلع واحد يشيك علينا يشوف هل دول فعلا صحفيين راكبين ولا لا، معاه جهاز كده بيركب على الباركود يحطه على الاي دي كارت يشوف ده مسجل عنده ولا لا،
واعتقد انه في بعض الناس حاولت يعني تعمل فيها حدقه واتخذت في الموضوع ده. ده مشوار بعيد قوي اللي انت بتحكي فيه. لا ما انا بقول لك فانت ده مصر بعيده فاحنا مش عايزين ويا قله رجالتي فيك يا قله رجالتي فيك يا روسيا يا روسيا لا احنا فانا بقول لحضرتك انه ولادنا بقى وابنائنا الاعزاء اعتقد احنا دفعنا اغلى ثمن ممكن حد يدفعه في التاريخ. 72 شهيد في استاد بورسعيد، 22 شهيد قبل مباراه الزمالك وانبي، اعتقد يعني كفايه. مش كفايه ده صحيح. ده عدى الكفايه وبزياده. كفايه هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنسال اخونا محمود صبري هو ليه صرخ في قلب شوارع روسيا وقال يا قله رجالتي فيكي يا روسيا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. عشان تشوفوا الصحفيين بيتعبوا ازاي مش بس لعيبه الكوره، وعشان تشوفوا تغطيه حدث كبير في حجم كاس العالم في معاناه من الناس الاعلاميين اللي رايحين يغطوا بطوله في قاره روسيا، قاره بالمعنى الحرفي ليها. محمود صبري في ليله من الليالي باللهجه الصعيديه كده وقف في قلب سان بطرسبرج يا ايمن وقال لك يا دي المصيبه يا قله رجالتي فيك يا موسكو. ايه اللي حصل للدرجه دي؟ سواء التاكسي يا عم اللي عملوا فينا الروس ضحكوا على الصعيد. نزلنا من المطار وخدنا تاكسي، راجل وقف لنا سواء التاكسي وقعد يلف بينا يا ابن يا عم خد ادي الفندق اهو، عمال يتكلم روس احنا احنا فاهمينه ولا هو فاهمنا. اخوك ايمن شغل الجي بي اس بتاعه. لا شغل الجي بي اس بتاعه بس بعد كل من الساعة 4 ل 12 بالليل واحنا وانت مش لاقي راجل في روسيا. مش لاقيين حد يقول لنا انتوا مالكم يعني ايه ده، ما فيش حد بيتكلم اصلا كله روسي. فهتعمل ايه النتيجة؟ تجلع خلاجاتك وتنادي على جرايبك وتنادي على جرايبك تستعين بيهم على طول ما تصيرش تعاد. ما فيش حد راضي يسال فينا. والراجل في الاخر رمانا في حته كده مقطوعه وما رضيش ياخد الفلوس كان هيدوسنا بالعربيه كمان يعني زي ما يعني ارجع بالعربيه هيموتنا. قلت له ابعد ابعد. طيب يعني كل هذه المعاناه للصحفيين. طبعا وده طبعا يعني محسوب ان احنا كنا مهتمين ان احنا نكون ورا المنتخب طبعا من واحنا سافرنا. احنا رحنا كاس العالم ليه؟ ده منتخب مؤسساتنا طلعتنا كاس العالم ليه؟ رايحين نغطي احنا رايحين نغطي غير منتخب مصر. لو منتخب مصر ما كانش تاهل كان هيقول لنا سافروا؟ لا طبعا. هدفنا ايه؟ منتخب مصر نتابع اخبار لانه هو ده المهم بالنسبه للشعب. تروح وراه وتتحرك وراه. في دول بامانه شديده في دول بتحترم الصحافه والاعلام بتاعتها فبتوفر لها الوسائل لانه شايفه انه لها دور. يعني زي المانيا زي البرازيل زي السعوديه وفي دول تانية كانت مخصصه طائرات خاصه لان الصحفيين بتنقلهم من 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 مدينه لمدينه. وفي دول تتعامل يعني احنا طبعا اساتذه اول ما تحصل حاجه يقول لك الصحفيين اللي كانوا هناك وطلعوا على حساب اتحاد الكوره وتلقى واحد يطلع يقول لك طب يا حبيبي ورينا طيب اللي طلعوا على اتحاد الكوره يعني اتحاد الكوره طلع مين؟ اتحاد الكوره طلع نفسه الاول. يعني عاوز اقول ايه غريبه نفسه جدا طلع نفسه من البطوله طلع نفسه من البطوله يعني غريبه جدا كلام تجده من ناس اصلا ما عندهاش عاوز اقول لا ريحتها وحشه للاسف وما يصحش ويدعي بيضرب لنا في المثل المثل العام الجميل الحلو عاوز يدينا مبادئ. بلاش انت تتكلم في المبادئ عشان انت اخر واحد تتكلم في المبادئ. فاللي احنا شفناه والمعاناه في قاره روسيا الجميله الرائعه التنظيم اللي عايز اقول الناس دي بتدينا دروس في حاجات كتير والله العظيم. الناس دي وكمان ظلمنا الاعلام بتاعنا عاوز اقول ظلم جمهوريه الشيشان وظلم الناس اللي احترمتنا وشالتنا فوق دماغها. والمعسكر الاكثر من رائع اللي احنا ما كناش قادرين نقدر ندخل الفندق ولا الملعب الا لما كنا نتصل يا جماعه احنا كذا كان يسمح لنا بربع ساعه نحضرها ولما بعد كده الناس لما عرفونا قدروا ان احنا بنيجي من مسافه ونقعد ونهتم. اهو الراجل اللي وراك ده اتظلم في الكفايه على فكره. الرئيس رمضان قدروف. رمضان قدروف رمضان قدروف بيدفع موقف دفاعه عن بلده، ما هو بيحارب برضه
المتشددين والمتطرفين والمبالغين، وعنده نفس المشكله اللي احنا بنعاني منها. لكن عندما يحول الامر الى اصله ده مجرم حرب ومش مجرم حرب، الكلام ده مش واقع يا استاذ ابراهيم. صحيح. وما لم تكتبه الصحافه ولا ما لم ينشر، انه الراجل ده ليه موقف، لانه بيدافع كمان عن دينه وعن قيم مجتمعه وعن قيم ومبادئه. لما طلب منه الاتحاد الدولي هديك مجموعه وتنظم مجموعه عندك من الثمان مجموعات، اشترط عليه ان يدي حقوق لمسيرات الشواذ، للشواذ. الراجل اعترض على هذا، ومحلات الخمور اثناء المونديال، ومحلات الخمور اعترض ورفض. كان نتيجته انه تتعمل عليه الضجه لما قابل محمد صلاح واحتفى بيه. لكن مين اللي يقول الحقيقه في الموضوع ده؟ ما حدش بيقول الحقيقه. وتعرف جيدا يعني الجارديان والتايمز والصحافه الانجليزيه وما لديها من سطوه ومن قوه تستطيع ان تفرد، واحنا عندنا برضه في مصر البعض يتعاطى مع الامر وبياخد قرار من غير ما يدرك اي حقيقه الامر. كون الراجل يحتفي، كون كل ما تمشي في كل مكان صوره لمحمد صلاح تقول لي استغلها على الناحيه السياسيه، استغلها على الناحيه اللي مش عارف ايه. طب هل هو السؤال اللي انا عاوز اساله يا استاذ زيمان، هل لو كان محمد صلاح قابل الرئيس الاسرائيلي كانت تحصل الضجه دي؟ مثلا لو قابله سلم عليه، يعني ساعات سلم عليه الصوره مثلا لاحمد المحمدي. مش بيلعب في انجلترا؟ محدش جه ناحيته؟ ما هو الراجل ده مش بيلعب في انجلترا. لا طبعا. ومبسوط اهو بيسلم على يعني اعتقد صلاح المقصود. يعني هي صلاح المقصود. الضغط عليك. وعلشان كده برضو لازم نقول انه احدى الصحف المصريه، معلش مع احترامي يعني، كانت حاضره القعده اللي عملها المهندس هاني ابو ريده وخرجت حرفت في الكلام وقالت كلام على لسان هاني بوريدة. الحقيقة كنت موجود، ليس دفاعا عن هاني بوريدة ولا حاجة، بس توضيحا للأمر. الإخوان سبب ما حصل المنتخب. هاني بوريدة على فكرة ما قالش هذا الكلام. قال إنه الأزمة بتاعت صلاح تم تصعيدها. أيوة. لأنه الإعلام العالمي والمواقع والإعلام الموالي للإخوان ركب على الموضوع وأصر إن هو يعلي في هذا الموضوع ضربا لمصر واستغلالا لشعبية صلاح وما إلى ذلك، علشان يعمل إحباط للروح المعنوية في مصر. إنما يعني مش معقول إنه يعني يصل الموضوع إن الإخوان بتوعه كلام من ده. فمعلش برضو ده كان من إطار. لكن هو إحنا مثلا نتكلم على موضوع رمضان قادروف اللي كان بيتكلم عليه أخونا محمود. قبل 95 مثلا كان نيلسون مانديلا بالنسبة للإعلام الغربي ولا كذا راجل إرهابي ومجرم ومش عارف إيه انجلترا برضه وكذا وكذا انجلترا برضه. ما أنا بقول لحضرتك، وللأسف الشديد كان بعض الشيطان دايما دايما وإحنا للأسف بعد المصايب اللي إحنا فيها و2011 والبلاوي اللي إحنا فيها والانحياز للإخوان والحاجات دي، أصبح في ناس ضد مصر حتى لو طالعين يقروا قرآن. يعني حتى لو انت طالع تقرأ قرآن فهم ضدك وضد أي حاجة، واخد بال سيادتك؟ فأي حاجة تقولها الجارديان وتقولها الاندبندنت وتقولها مش عارفة ايه هم معاها، يعني هم أنتي مصر في أي حاجة، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي بالنسبة لهم انه رمضان قادروف زي ما أخويا محمود اتكلم، ده راجل له مبادئ وله قيم، والتزامه بالتيار السياسي والوطني اللي واخده بوتين، واخد بال حضرتك، في الحرب العالمية الدائرة دلوقتي بشكل أو بآخر، والعقوبات اللي بتتفرض على روسيا وما إلى ذلك، هو جزء من هذه الحرب. الراجل ده ضد حقوق الشواذ، فبالتالي هيومن رايتس ووتش تطلع تبقى ضده علشان تستخدم هذا الأمر، وللأسف الشديد يسير القمار يسير في ركابها بعض الإعلاميين هنا وبعض ما يسمون أنفسهم بالنخبة وما إلى ذلك. لو إحنا بقى بنفس المنطق ده، طبعا بس كانش في سوشيال ميديا ولا حاجة قبل 95، كان نيلسون مانديلا راجل مجرم وراجل إرهابي وراجل كذا كذا، بعد كده خد جائزة نوبل للسلام، أصبح الزعيم وكان من عوامل ترجيح التاريخي كان من عوامل ترجيح جنوب افريقيا، طبعا غير الفلوس والحاجات اللي اكتشفت فيما بعد في ان جنوب افريقيا تاخد تنظيم كاس العالم. استاذ ايمن، انت اشرت لجزئيه هنا بوريده والجلسه اللي عملها، بس انا عايز برضو نحط الناس في ايه اللي ممكن يحصل النهارده. هيكتور كوبر تم الاستغناء عن خدماته وعاده انتهى. هو عاده انتهى. الاتحاد بيبحث عن مدرب. هنا بوريده هو اللي واخد هذا الملف وبيتصل بشكل مباشر. لا، هو قال ان حازم امام بيتولى. يعني هذا انا معلوماتي عشان بس الناس تبقى في الصوره، حازم امام من بعد البطوله والدوشه اللي اثيرت لم يتفاعل مع الاتحاد، حتى الكلام على ان هو استقال لم ينفى ولم يؤكد. فبالتالي اعضاء مجلس الاداره
اللي هم على صله بالاتحاد يوميا في حركه العمل في الاتحاد اقلهم تواجدا بل يمكن ما جاش خالص حازم وسيف زاهر، والاثنين موقفهم حتى الان بشان المجلس من الاستمرار من عدمه غير واضحه، هتحتاج منهم بالتاكيد ان هم يوضحوها. لكن ملف المدرب مطلع بيه هنا ابو ريده، وهو النهارده سافر لروسيا تاني عشان يحضر اجتماع للجنه مهمه جدا، لجنه بتبحث في قانون كره القدم، تطوير قانون اللعبه. الفيفا بيعمل هذه اللجنه بيحضرها الاربعه المؤسسين للعبه من الانجليز ثم رئيس الاتحاد الدولي واقدم اعضاء اللجنه التنفيذيه هو هاني ابو ريده. دول مجموعه الثمانيه المعنيين بتقييم تجربه الفار حكام الفيديو وتعديلات قانون اللعبه. فهاني رايح لهذا الهدف في الوقت اللي الاتحاد المصري على ارض مهزوزه. تفتكر ممكن فعلا الامور تفضي الى انه الوزير يتدخل ولا ايه؟ هو كلنا عارفين انه موضوع التدخل الحكومي ده يعني فيه حرك شديد وتداعياته يعني الفيفا ما بتقبلش بيها الا اذا كان هناك فساد مالي مثبت من جهة قضائية بتتخذ على أساسه الإجراءات القانونية في إحالة المسؤولين إلى الجهات وتتم الإدانة. أما التدخل في الشأن الرياضي فهذا الأمر أعتقد أنه الفيفا بيقف فيه، وبتتعرض عديد من الدول للعقوبات، وإحنا عانينا يمكن الفترة اللي فاتت من مثل هذا الأمر. أما ما يعني لمسته أو عشته أو تسألت فيه وجمعت عنه معلومات في الفترة الماضية، فهو أنه الاتحاد بيدور على مدرب برضو له اسم عالمي، وكان يمكن المهندس هاني أبو ريدة بيقول أن احنا برضو هيكتور كوبر يمكن أول اسم يجي مصر له مكانة ومعروف عالميا، وكان بيدرب عديد من الأندية الأوروبية وما إلى ذلك ومعروف، وانه ده بيضيف لمكانه المنتخب وتاثيره على الراي العام. يمكن هاني أبو ريدة كان عامل قعده كده وكنا بنتكلم، والحقيقه برضو يعني واجهته انا بشكل شخصي، وكان في بعض الزملاء الاعزاء شباب وكبار موجودين، كنا بنتكلم في هذا الامر، كنا بنتكلم على الجوانب الاداريه. يمكن انا قلت له انه موضوع الاداره بطريقه ابن البلد والكبير العيله والعمدة بتاع المسألة، وإنه خلاص ابني غلط أو أخويا غلط وحنقبل الخشوم زي ما احنا بنشوف كده، زي ما أخواتنا الأعزاء في الخليج يقولك خلاص انتهى الموضوع بإنه احنا بوسنا بعض وخلاص كل سنة وانت طيب. ده لا يجوز في الإدارة المحترفة، لأن المسألة ليست متعلقة بمؤسسة شخصية، هي المسألة متعلقة بمؤسسة تمتلكها عشرات الملايين من المصريين، وتتعلق عليها أملهم وتتعلق بها الروح المعنوية للشعب ارتفاعا وانخفاضا مع تحقيق الانتصارات. وكلنا نذكر طبعا الانتصارات المصرية والأعلام، يعني معروف أن الرياضة عنوان حضارة الشعوب في زمن. وعلى فكرة الكلمة دي أنا تعلمتها من الراحل الكابتن إبراهيم الجويني رحمة الله عليه. أنت العلم بتاعك المصري بيترفع في زمن السلم، في زمن السلم في الحرب طبعا بترفعه على المواقع اللي بتقدر تاخدها يعني، انما في زمن السلم بيرتفع في المناسبات الرياضيه، بيترفع ويضرب السلام الوطني في بدايه المباراه لما بنحقق ميداليه زي ما اولادنا الابطال حققوا في دوره العاب البحر المتوسط، كلنا طبعا بنشيد بيهم وبنحييهم، بنحيي طبعا ابطالنا والثلاثه اولادنا اللي اتكلمت عليهم حتى في النادي الاهلي، وبالذات دينا مشرف، لانه اتحاد تنس الطاوله الان بيتعرض لهجوم اعلامي برضه نتيجه انه وقف موقف مع لاعب خرج عن السلوك وأثار الكثير من المشاكل وتحدث بطريقة غير لائقة عن مصر ولصالح دولة يعني بتعادينا في هذه الفترة. ثم مسجلين الكلام ده ازاي؟ ايوه مسجلين وناس اصل يعني، ما هو مشكلة في ايه؟ ده نجم اللعبة في مصر، خلي بالك. يا سيدي الفاضل عمر عصر، هل ما هي الدوافع اللي تخلي واحد زي الدكتور علاء مشرف يبقى ند او 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 ضد لاعب بشكل معين؟ ايه هو الايه يعني؟ هي الموضوعيه تحتاج ان احنا نسمع الرايين. ايه الدوافع؟ معلش يعني، ما احنا يعني عمر عصر لاعب، بس انا استقصيت وسالت واخد بال حضرتك وتاكدت. انا مش مختلف معاك، بس انا وجهه نظري انه الولد بطل في اللعبه ماشي، مشكله ومش صغير يعني، مش صغير يعني، تربى في النادي الاهلي. انا كان وجهه نظري بدل ما كان مثلا الضجه اللي اتعملت وبعض الاخر بيبحث عن دور انه يعني احنا دلوقتي عايزين ناخد الامور بمكيالين. ما هو في ناس تربت في النادي الاهلي واشتغلت مراسلين في مهمه وطنيه في كاس العالم لصالح احدى القنوات،
صح؟ وفضلت الفلوس على الالتزام والانتظام وبتاع وكلام من ده. هل دول ما هو برضه بيتم التعامل معاهم بطبطبه وبكبير العيله ومعلش واصل استنى اما نشوف ولما نحقق وبنفس الطريقه، كلنا مش عشنا هذا الموضوع طبعاً كلنا طبعاً. مش لمسنا هذا الموضوع مش في ادله دامغه على الشاشه انه في لاعبين طالعين بقرار وزاري بيمثلوا عشرات الملايين علشان يكونوا مركزين ومهتمين حسبهم وكل ما طب ما حسبهم يا فندم حسبهم بقى. انا بتكلم على القصه دي، انا قلت بقى المهندس هاني بوريد قلت له كان يجب ان يتم ترحيل لاعب او اثنين من يثبت ان هم دخلوا في مفاوضات مع على خرق النظام يا فندم عارفينهم يا فندم اوكي انا على بعض معروفين 7-8 يبقى مساله بقى ان انا الاب وان انا كبير العيله وانه معلش وطب واستنى اما نحقق ولازم نسمع الطرفين والكلام ده يا فندم مش بتكلم على كده مفهوش على كده بس هو محمود بيتكلم على واقع دي ثابته وشاشه اتعرضت المال توحش يا فندم أوكي. المال توحش في الكره المصريه أوكي. ولو طلع قال لك ان انا ما خدتش فلوس وان الموضوع ده كنا عاملينه مجامله لواحد بس هو في حاجه في لعيبه تم التنبيه عليها مره واثنين ومع هذا صممه واحد بيقول لك طب اديني عقد يا استاذ الفاضل ابراهيم الفلوس يا فندم مش الراجل قال لك اديني عقد لوثت النفوس طب صح وبالتالي شال له اديني عقد لما اتسال وسالنا مش قال لك العقد مفيش عقد يا نص يمنعني ان انا اسجل طب انا بسالك سؤال ازاي انت تسمح يعني ازاي يجيلك قلب ودوله بكل طموحات شعبها ومصفراك انت ايه يا عم انت ما بتشبعش سيبك من يعني لا ثواني يا فندم ما لا يا فندم ما برضه الاحساس برضه لا ثواني يا فندم الناس اللي قعدت واللي ما نامتش وقاعده منتظره بتحلم بالماتش وكل نفسها تفرح ايه يا عم انت ما بتحسوش الجمهور اللي بيدفع عشان الجمهور اللي بيدفع ده وجاي لك فخر الدنيا انا بسالك سؤال ايه كل هدفك الفلوس؟ ايه كل حاجه الفلوس؟ فلوس يعني اسالك سؤال الى امتى يعني الى مدى يا ريس؟ انت لما طلعت خدت رقم قليل ما خدت يا اخي يا اخي احترم بلدك طب احترم المسؤوليه اللي اديها لك الشعب انت طالع النظام ان في حاجه في نظام كان المفروض لما اتعرف الموضوع واتشاف كل يوم البرنامج بيتعرض ازاي بيتم الموضوع ده؟ يعني ازاي انت قاعد في معسكر وانت شايفه وتقول لا كاس عمان يبقى احنا رايحين نتفسح ما انا بقول حضرتك يبقى احنا يا فندم ايه؟ مفيش تقدير ما انا بكلم حضرتك على موقف عمر عصر انا كان قصدي ايه؟ بدء لاعب الولد بطل ما مش ولاعب كبير ومع هذا في الخطا ده لا يشفع لهذا الخطا اذا ثبت فعلا هذا الخطا انا بقول لك اقطع رقبته بس الاول اسمع ايوه لازم تسمع ما ليه سابقه وليه تاريخ وليه انت ايه في مبدا دايما بيقول لك ايه في واحد بقى له تاريخه فانت ممكن تعدي الخطا وده مبدا في الاداره طب حد ده ناجح بس غلط غلطه طب هنعدي له المره دي طب غلط الغلطه الثانيه تبقى بالنسبه له دي فرصه بعد كده الثالثه لا خلاص انت مالكش مكان معايا طيب. لكن انا عاوز اقول ايه احنا مش عاوزين البعض اصلا زي ما استغل الموضوع عاوز يعمل دور البطل على حساب ايه على حساب الولد كان ممكن الولد يتجاب في ناس عايزه تعمل دور البطل على حساب البلد على حساب البلد ماشي طيب اوكي وتركب الموضوع انت بتقول لي حضرتك بتقول لك اصل البلد بتظلم اولادها يعني وكل كان واحد قاعد بين الاثنين وكان معاه كاسيت بيسجل ولا واحد ممكن اللي سمع يكون سمع غلط مثلا او سمع كلمه هو انا اللي انا قريته في واقعه عمر عصر وما تاكدتش منه انه كان نتاج برضو خلاف في اداره مباراه يعني صوته علي في ماتش من الماتشات وحصل هرج ومرج بس مش دي القضيه زي ما قلت راح يقول للاعب قدام الناس كلها راح يقول للاعب ابقى سلم لي على اردغان وانتوا بلد مش عارفه ايه وكذا وكذا يعني ما انا يعني بقول لك هي روايات محتاج يعني على الاقل عشان ما نظلمش هذا الطرف ولا ذاك المفترض فيه لجنه اولمبيه فيه اتحاد لعبه وفي وزاره تمام هذه الاخطاء لو ثبتت فعلا لازم يعاقب لانه انا من خلال معايشات كتيره في تحولات شخصيه اهو يا استاذ ابراهيم فعلى الاقل ابراهيم كلامك صح استاذ ابراهيم ما ارتكبه لاعيبه منتخب الوطني في روسيا كان يستوجب ما فعل مع عمر عصر ليه أيوة لانهم ذهبوا باحلام وطموحات 100 مليون وما قدرش يتحملوا المسؤوليه حتى اخر مباراه يعني حتى اخر مباراه لا يمكن ان احنا نخرج من المونديال احنا اللي علمنا افريقيا الكوره انا قلت المهندس يعني علمنا افريقيا الكوره قلت له كان لازم بص على كوريا واليابان وصلت فين اللي هم بداوا بعد كده بداوا بعد سنه 60 وانت وصلت فين هؤلاء لا يقدرون حجم هذا الوطن وبقولها مره تانية هذا الوطن يستحق شعب غير الشعب ده يستحق شعب يعرف قيمته ويعرف مكانته طب هنجيب شعب تاني منين انا ما بقول لك ما بصراحه ما انا بقول لك يعني عاوز اقول لك انا كنت اتمنى بدل ما يطلع مثلا محمد صلاح يقول اعتذاره لا كنت اتمنى لل 23
23 يصدروا بيان اعتذار، وبيان اعتذار قوي، ويقولوا ان احنا غلطنا، ويقولوا ان احنا يعني وقعنا فريسة لأطمعنا، فريسة لحاجات تانية. لكن انت المسألة عشان انا بغفر لك، وعشان انت اللعبة الشعبية في الشعبية الاولى وبتاخد كل اللي بتاخد. طب بص على الالعاب التانية، لو خدت 1 من 10 من اللي انت بتاخده من الاهتمام الاعلامي ومن الاهتمام المادي، شوف هيعملوا ايه. شوف هم راجعين من دورة البحر المتوسط، والعيال بتوع الملاكمة ورفع الاثقال بيقولوا لك ايه، ادونا تديله جاب من دول 7000 جنيه. طب زميلتك 7000 جنيه دي كانت جت 3 دقايق من ال ها؟ من ابو 5000 يورو. من ابو 5000 يورو؟ طيب انا بكلمك اهو، من ابو 5000 يورو. لا والدليل انا هقول لك على حاجه، انت شوف عدد الصحفيين اللي سافروا وراء المنتخب الوطني قد ايه، وعدد الصحفيين اللي سافروا دوره البحر المتوسط ولا واحد. ولا ما سافروش اللعبه، ما رضيش السفر. تقدير اللعبة الشعبية من جانب مؤسساتنا، وكل الناس عارفة الظروف الاقتصادية اللي بتبر بيها المؤسسات الصحفية من 2011. ومع ذلك يعني أخونا العزيز الكاتب الكبير أستاذ ياسر رزق، يعني ربنا سبحانه وتعالى يديله الصحة والعافية ويشفيه، ولازم يعني وهو اسماعيلاوي محب للنادي الأهلي، عضو النادي صحيح. وقال كلمة جميلة في تكريم الكابتن حسن حمدي، قال أنا اسماعيلاوي ومعروف أن الإسماعيلاوية ما بيبقوش يعني مع الأهلي، يعني مش متعاطفين أو مع الأهلي، لكن لما حبيت أربي ولادي وديتهم النادي الأهلي. وانه النادي الاهلي من المؤسسات الكبيره العملاقه في مصر اللي ليها انتظامها، فربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه ويرجع لنا سالما غانما. عشان كده كانت تقديراته، يمكن لما قعدنا معاه احنا كنا برضو عمالين ندفعه دفعا، وهو طبعا رئيس مجلس الاداره وله التقدير، زي ما كانوا حاسين بحجم، وحتى كان في تنسيق مع الاستاذ عبد المحسن سلام، فقال لك لا ثابت، واحنا عايزين نروح، كان نفسنا يكون العدد اكبر بامان، لكن لا بس الظروف. احنا ان احنا نروح زي ما انت قلت كده مع المنتخب المصري، ونكون في جروزني، ونحرص على ان احنا نحضر تدريبات. والحقيقه برضو انه برضو لازم نقدر انه برضو الناس في الاتحاد ومجلس الاداره والبعثه قدروا ان احنا جينا، يعني اخونا احمد مجاهد وكل مجلس الاداره اللي كانوا موجودين قدروا ان احنا جايين وحريصين على ان احنا نكون متواجدين مع الفريق، نحضر التدريبات ونرصد كل شيء، حتى لو انتقدناهم وان احنا نسافر وراهم. وسان بطرسبرج اللي ما كانش فيها حد من ابو تشت عشان ينقذ اخونا محمود صبري، وإحنا ابو تشت راح سان فاحنا هذا الامر يؤكد انه احنا برضو عايزين ننقل لجمهورنا من خلال اصدارات اخبار اليوم والاهرام كل نبض. بس سعادتك يا رئيس، مطالب يا استاذ ابراهيم بامانه، اتحاد الكره وعلى راسه هنا بوريدي والمجموعه اللي معاه، لا استوب نقطه ومن اول السطر، ايه اللي هتعملوه؟ الموجه عليت ووطيت، ده احنا متعودين على الحكايه. قولي المطلوب الاخطاء يا فندم. ايوه الاخطاء اللي ايه خطتك؟ ما فيش خطه لكره القدم عشان نضحك، ما نضحكش على بعض. ايه تطويرك؟ ما فيش تطوير. اديتني 4 اجانب من الموسم الجاي عشان ترضي، معروف مين اللي هيترضي. 4 اجانب ايه؟ طب ما انا هلعب من الناس اللي عندي امتى؟ ما عنديش راس حربه. 100 مليون ما فهمش راس حربه عليه العين. وانت محتاج، وخدت راجل راجع من اصابه وحملته فوق طاقته. 100 مليون. لا وبعدين عندك حتى حسين الشحات، عاوز حارس مرمى اللي متألق في دوري الامارات وخد معاه بطولتين، انا بكلمك واحسن لاعب، عاوز حارس مرمى ما خدتوش في المنتخب، انا بكلمك عارف حارس مرمى، اكتشفت حارس مرمى جديد في المونديال لما اديت الثقه. عاوز نص ملعب، طب عاوز بديل للاستاذ عبد الله السعيد اللي هو اخر 3-4 شهور ما لعبش مثلا. عاوز يعني عاوز اقول لك ايه، لازم بلاش. وبقول مثلا هنا بريده، وبقول الاستاذ احمد مجاهد والدكتور كرم كردي وكابتن مجدي عبد الغني، يا اخوانا حرام، ما ينفعش، لازم يبقى في تطوير وفي خطه للاتحاد. فين الاداره الفنيه اللي انتوا وجعتوا دماغنا بيها؟ طب هل يجوز يا كابتن عصام انه الحكم بتاعي يروح يحكم ماتش ويقول له مع السلامه، والحكام في افريقيا مكمله للاخر؟ دي مصر. مصر بقت دوله رقم 1 الناس تشير لي ليه؟ اللي انا بقوله لك، لانه مفيش، مش عاوز انت تطور، مش عاوز تلجا للعلم، مش عاوز تستعين بخبرات، انت شايف نفسك احسن. لا انت مش احسن، انت محتاج محتاج نقله، محتاج اهتمام، لازم توسع القاعده، لازم تفكر في الناشئين، لازم تجيب مدير فني
للاتحاد الكوره تديله الصلاحيات يكون دور. انا عاوزك تطور لي قطاعات الجنة، عاوزك تعمل لي مسابقات في كل مكان، لازم اطلع. لكن انت المساله كل الهدف انك تجمع لي فلوس، يا عم مش عايز فلوس يا حبيبي، طور يا حبيبي، بص على الاقاليم، بص على الصعيد، بص على مش عارف يا حبيبي. لازم يبقى نتاج لهذا انه في الاخر بعد سنتين ثلاثه يكون في عندك جيل متواصل. هو جيل ابو تريكه والجيل نجحوا ليه يا ريس؟ مع عماد متعب وحسني، دول الجيلين لحموا ببعض. شباب طالعين مع ثلاثة أربعة، مين؟ بركات مع أبو تريكة، مع عمله نجاح من 2004 لغاية 2012 كسروا الدنيا. هو الحقيقة من 95، حالة فراغ دلوقتي. الحقيقة يا أستاذ محمود من 95 أو قبلها بشوية كان في خطة إن المنتخبات كانت هي فعلا في سلسلة، وكان الحقيقه هنا بوريدا ماسك القصه دي. يعني الجيل اللي خد بطوله كاس الامم الافريقيه 98 هتلاقي معظمه كان مدربه من المنتخبات. مين كان مدربه؟ محمود الجوهري. مين كان مدربه؟ ماشي محمود الجوهري. بس لا، مين كان مدرب الشباب؟ كابتن حسن شحاته. أيوة، مين كان مدرب اللي تحت 2003؟ بس يا فندم انا برجع لك قبل كده شويه. خد يا فندم تجربه اليابان في ايه يا فندم؟ انه بيبني في القاعده تحت. ايوه ماشي، بيجيب استاذ دكتور متخصص. طيب علشان برضو علشان ما نبعدش كتير على حته الانجازات، لانه احنا معنيين بمتابعه ملف الاهلي وما حدث فيه. نعم. وجزء من اهتماماتك انت المهنيه اليوميه رصد ما يحدث في الاهلي يا استاذ ايمن. مجلس اداره النادي الاهلي ومنذ انتخابه هناك مراجعه لما تم انجازه. هنشوف في هذا الفيديو يوم بيوم المجلس عمل ايه، ونعرف راي الاستاذ محمود صبري والاستاذ ايمن بدره في ختام الحلقه. نعرض واحنا بنتكلم. اتفضل. ده بدايه عمل مجلس الاداره يا استاذ ايمن، والمجلس في اللقطة التذكارية الأولى. أيوة. إحياء ذكرى الشهداء. يوم 1 فبراير. 1 فبراير. بمشاركة اللعيبة حسام غالي وحسام عاشور ممثلين لكبار اللعيبة أستاذ محمود، وبيشاركوا في تأبين ذكرى شهداء النادي الأهلي. ثم تتوالى بقى الاهتمامات تكريم رموز الاهلي في مؤتمر كبير في الالعاب المختلفه. ده مؤتمر صحفي اعتقد انت حضرته اساسا. ده من اهم المؤتمرات، واتمنى الحاجات اللي اتعرضت يبقى في فعلا كابتن خطيب مع الكابتن عادل هيكل في المستشفى. انا بقول لحضرتك دي كان خطوه مهمه جدا انك انت تلم اسره الاهلي. الاهلي يعاني حاله من الانقسام، في استقطاب، في بقى دي حاجه غريبه. ده اللي تم التحذير منه، انه الاهلي داخل في مرحله التقسيم. ها، هناك ناس يحبون الاهلي وهناك ناس يحبون رئيسا للنادي الاهلي. دي كانت المشكله، ودي كانت الخطوره. ازاي تلم وازاي ترجع؟ هي دي كانت جديده على الاهلي. ما كانش حتى لما كان في طرفين في الانتخابات ما كانتش الامور تصل الى مرحله انه يبقى في فريقين. فريقين بيقاتلوا بيطلعوا العيوب، وفريقين تاني وفريق تاني بيحاول يدافع. ده غريب جدا. زي ما هي دي بقت مشكله مجتمع، يا معة يا ضد. لا، الاهلي استقطاب، الاهلي والناس وجماهير الاهلي واعضاء النادي الاهلي الواعيين الفاهمين، ثم منشآت الاهلي طبعا بمشاركه. طبعا اعتقد المشروع بتاع القوات المسلحه انه جت مرحله يا استاذ ابراهيم يا استاذ ايمن انه لا، لابد اسره الاهلي تضم على بعض. لابد يبقى في وقفه، ويمكن الظروف اللي احنا بنعيشها يعني كام ساعه كده بتقتضي ان الناس ما تنظرش للامر نظره شخصيه ولا انحياز لشخص ولا انه ضد، لو ضاع الكيان خلاص يا كابتن. ما هو ده اللي احنا بنحذر منه، لانه زي ما قلت لحضرتك في فتنه كده حصلت زي الفتنه اللي حصلت في مصر، انه في ناس منحازه لشخص ضد الكيان. ده طبعا تشكيل زي ما حضرتك قطاع الناشئين، ثم باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، ده شبه سيف زاهر خالص، وتولي المهمة بطموحات جديدة. متفائل لكارتيرون؟ متفائل، حاسس انه هيكون يعني اضافة، واعتقد انه برضه مدرب شايفه يعني عنده طموح، والتجربة اللي قبل كده برضه عنده خبرات، ومحتاج وقفة جامدة جدا ودعم، لانه جاي في ظروف صعبة، جاي في ظروف محتاجة وقفة. كارتيرون مع الاهلي؟ يعني اتمنى له طبعا التوفيق. انا يعني عندي ثقه في المنظومه بتاعه النادي. ايوه، ومش هتكلم على اشخاص زي ما قلت، لكن هتكلم على انه المنظومه ان شاء الله باذن الله تقدر توفر لاي عنصر بينصهر فيها سبل النجاح.
التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، بيبقى فيه طبعا ظروف كتيرة، لكن أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى إنه كارتيرون، لأنه زي ما قلنا عنده مهمة صعبة في أفريقيا، عنده مهمة صعبة. ويمكن طبعا احنا كلنا عارفين تأثيرات كرة القدم ومكانتها وشعبيتها وشعبية النادي الأهلي، اللي يعني ما حدش يراهن على ان هو هيقرب من ان هو يحاول ينال من شعبية الأهلي او يأثر عليها او يأثر فيها، لانه عشان كده هو ده النادي الأهلي اللي كان وسيبقى وسيظل زين النوادي. استاذ ايمن بدر، كنا سعداء بيك جدا النهارده. انا بشكرك، زي ما قلت يمكن دي اول مره اطلع على شاشه قناه النادي الاهلي، وبسعد ان انا اكون معاك. كان نفسنا يكون معانا المهندس عادل القيعي، ربنا يديله السلامه. سعيد ان رفقاء جروزني سعدنا بيك كتير، رفيق جروزني، وبعدين قول له سباسيبه بقى. وبشكرك ورب اكون ضيف خفيف دايما يا رب. على السلامه، ودايما ضيف مرحب بيك. شكرا جزيلا للناقد الرياضي الاستاذ ايمن بدر، رئيس تحرير اخبار الرياضه، والصديق العزيز الاستاذ محمود صبري، رئيس القسم الرياضي في الاهرام. ويبقى الأهلي دائما وأبدا زين النوادي. ليه زين النوادي؟ سنة 57 كان الأهلي بيحتفل بمرور 50 سنة على نشأته، فأبدع سمو الأمير عبدالله الفيصل في حب هذا النادي قصيدة ولا أروع بعنوان زين النوادي. الأمير عبدالله الفيصل كتب سمو الأمير عبدالله الفيصل في حب النادي الأهلي سنة 57 بمناسبة مرور 50 سنة، وأهداها للنادي الأهلي. بعد 22 سنة من هذه الإبداعية الرائعة لسمو الأمير عبد الله الفيصل، منح الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي مطلع السبعينات. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير مع زين النوادي، وخير ما أبدع الأمير عبد الله الفيصل وغنى عبد الحليم حافظ.